بمجرد الوصول إلى كاب كربون، إحدى أجمل المناطق الطبيعية بمدينة بجاية، تستوقفك مناظر فنية أخرى وقعتها أنامل فنان كفيف. الحديث ليس عن الرسام ليوناردو دافنشي، إنما عن العم بعزيز عبد الكريم الذي اتخذ من هذه الزاوية معرضاً صغيراً. إذا استدي لا بينتوري إن كنينا كيس قلنا بدأت دونك مزيا وتنقرأ أوريان ديتو إيكا مينا بزوان دين شوز كان كون دوا سافار كو لا بينتور شي تان نار وما بتيش تين سيونس تورا أوالي ونتوالا راه لا نسكد وأنا بيردو لا في مي لا توش مالي انا فناني في كثير رب العالمين يتكاس ان سيرتا كاباسيتي مورال اي حاجه وجدانيه. وفي غايه الدقه والروعه ينحت عمي عبد العزيز ويرسم لوحات فنيه وهو كفيف، الى درجه ان العديد من زوار كاب كربون باعالي مدينه بجاية لم يصدقوا انه لا يرى ما يرسم. ان ارتيست افيغل sans oublier qu'il est aveugle vu qu'il est travaillé خدم زي qu'ils sont impeccable donc صعب الكريم حوايج مليح لادن وين قلا بيسينا لا ولايه انا لا ميري لا لعباز سنديكار بان شتير نص لي حنا راه يدوني سنغيكل حتى ما شاء الله يخدم هاد لي سبحان ندموندا على بيسينا على الدايره غتعاون تاع لكم و امكانك اللوكال عليه وتقي من الموهبه كي جديك ربي وثاعنا ربي ان شاء الله. اضطر الى التوقف عن الرسم قبل 20 عاما بسبب فقدانه بصره، لكن ارادته لم تمنعه من استحضار ما تبقى في ذاكرته من صور تتحدث عن جمال بجاية، ما جعله في نظر غيره فنانا خارقا للعاده.